وبيت شدرة عزوتي لا شاني بيشاني والهموم من أقبل التبرة. يا حي يا حي يا حي اللي مضيع مذهبه يا اخوك عارف فضيحه وجل اعتبار لز الشريعه كان شريعه طيبه. صح لسانك لو اني ما فاهم شيء. وانت من عناك يا اخوي انعان محاد. وش في محاد؟ محاد يا اخوك زودني ما يداوم ويتاخر كل يوم كل يوم يشلم غير. يا ابوك تعبني محاد نقع الشيف في راسي. مرحبا. نعم سعادتك. هي والله ان شاء الله. جاوبة بلغ هالساعة. يا ليكم هذا الرجال ما بيقوم؟ أمحاد؟ محاد؟ قدها الساعة 11 وانت عادك نايم؟ قوم يا رجال دواء. سيرك سيرك سيرك. ألو هان. يا حيش ام نجمة الله يهدي محاد ما أول مرة يتأخر والمدير معصب مشعوط واصل حده. أساوي بوكي ثور تغرب ما يثور مكفي فوق الكرفاية. هذه شغلته الله يهديه. خبرين المدير حالف إذا ما يابل عذر مقبول ترى بيودوا لجنة الشجون الموظفين وهناك عاد خبر الله بخباره. أيوة يا بنت عمي عاد 100 ريال. 100 ريال ليه؟ عاوزة تشرتي بين ولا ويش؟ اشتري بيهم شوية حاجات عشان العيد يا حبيبي. كل سنة وانت طيب. اصل الغالية بتساعدون جايبة شوية حاجات جديدة وبتلف بيهم على نسوان الحارة. بس حاجات انما ايه حلوة خالص. فيرست كلاس يا حبيبي. قلت اكلمك تجيب لي الفلوس وانت جاي من القهوة. وانا عارفاك يا حبيبي ما بتردليش طلب ابدا ابدا ابدا. الو الو شوفي لان السنة تربع اليوم بضاعة موضة قديمة وغالية فساتينهم يبيعون بخمسين وستين وعلى وشعات عشر ريالات ما يسوه.
يقولوا ماركة وماركة وهي ميدن تشوينة. حبيبتي أغراض العيد السنة عندي أنا أحسن الماركات من ملابس وحذية وبخور ومكياج، كل شيء سبيشل 100% حبيبتي. إيش من ماركات وإيش من دخول؟ أنا ماني ماتياتلش ذحين. أبيك ما ماتياتلي، وش عندش؟ مش تغبى بمحات، من دخل رمضان هو يسهر طول الليل وينام حتى بعد الظهر، كل يوم على هذا الحال. يا فتاح يا عظيم يا رزق يا كريم، أسبحنا وأسبح الملك لله. أوه توب هاي بالقالية يرصعدون، يا حي وسهلة بالقالية وبقواني القالية يرصعدون. أبوكم حي حبيبي، ما تبابوا يا غراس سامان تأخذ لك شيء. أوه قصر الله عليش، واسمع أنت الثاني، عارف اتصل وقال لك إذا ما جبت للمدير عذر مقبول بيفنشك بعدين، تسمع؟ أقعكم زاد ناسا، خلوا يفنش، بنخاف ولا إيش؟ ها؟ يفنشني، علاش يفنشني؟ وبعدين من بيدفع السلفية لو تفنش؟ يفنشة؟ ومن ذا يفنشة وأنا راسي يشم الهواء؟ حبيبي، قم أشوف روح الدختر، قم! دختر؟ دختر حلاش دختر؟ أبوي سوى عمرك مريض عشان تكسر خاطرة ويعطيك إجازة مرضية. لا 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 قلي الشيمة القلي، أنا ما عارف أمثل والله بنفضح. أنت سوى اللي أقول لك عليه وأمورك في القشطة. اسمعني حبيبي، روح حق طبيب ما يعرفك ولا ياله شافك، وروح لمبهدل مشتت عشان يحس ان حالتك صعبه وميؤوس منها. الخير باحظ الله خايف وبرتقف كني عومه، القالية يرصعدون شورها ما يطم. ما عليك لا تخاف، انت بس جلس وغض بنفسك. ياسين عليك ياسين، بتدوخ مع نفسك ايه؟ انا بدفك جلس. شوف عيوني، اول ما توصل المستشفى لا تجلس في الطابور، ترى بتطلع روحك وما حد بيجيك، خلى خير تدفك قدام الاوادم عشان تكسر خواطرهم وما يخلوك في الانتظار. ايوه الممرضات فين هين؟ من دخلنا ما شفنا حد ولا حد عطانا وجه. يش يا سستر سستر، زوج مال انا واجد مريض، يريد يشوف هذا الدختر. ايش في انتي؟ هذا نفر كله مريض، انت ما في سمسم كله هذا نفر؟ يلا روحي جلسي. الكل يريد تويوتا في كل طريق، تويوتا تويوتا وبس تويوتا. الآن اكتشف بهجة امتلاك تويوتا على مدار سنين مع تشكيلة مثيرة وصفقات موسية. تويوتا تأمين مجاني، خدمة مجانية، هدايا قيمة، بالإضافة إلى السحب الكبير. تويوتا 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 وبس. أنواع الهواتف متوفرة لدى أضواء الفيلا، أسعار تنافسية، أحدث الهواتف وأرقى الإكسسوارات، 32 فرعا بمختلف مناطق السلطنة وعشرة أعوام من التميز. مع أضواء الفيلا رضاك ليس مجرد خيار، إنه أولوية. رمضانية مع دجاج الصفاء الحلال. دجاج الصفاء مذبوح باليد وفق تعاليم الشريعة الإسلامية. دجاج الصفاء 100% طبيعي ولذيذ، 100% حلال، 100% عماني. الحمد لله.
ايش جوخة؟ وارش هن سلامات؟ تعبانة، هم فقد راسي. جيت من الساعة 6:30 وتو بس هذا دكتور دهني داهل. بالله عليش؟ ايه، والغم شافت عيوني قالت لي عندي شلفونزا مالوسفور، حتى ما تعرفي وش هذا، واعطتني كيس كبير كله فيه دواء وما سوت لي ولا واحد فحص. بس انتو ليش هنا؟ سلامات سلامات مهاد، انت ليش جالسة داخل هذا كرسي؟ الله يسلم الشاقوخة، الله ما في رجي بس مسكين بدايه معروض، قود له كم يوم ما كل شي قود، شوف عينه بيقتصف من الضعف. بيقتصفي؟ هربانة هربانة أنا، تروح الله يعينش مهاد. قد عليه ننتبي، بغيت تمضى عمرك، إذا شفت حد المستشفى يعرفك لا تبت بقبق معاه، خلى أبوي خير يتكلم. سلامي الخير، هذا ما كان نور الرحمن؟ ايه وهو بس وقعتك. انا الرحمن، سلامات، اين بك؟ ايش فيك؟ ولا بل انا بطل مال الله في اول السالفة اللي في داخل بطل مال انت، ها؟ انا كم مرة خبر هذا انا مو انا سمسم، ها؟ انت تروح تاكل سمسم هذا مطعم، ها؟ ترزح تستاهل. وهذا كلام انت؟ كلام انا يا اخي. خير، وين رايحة؟ يا حرمة جلسي بقعدش، أنا بكفي نفسي عند الدكتور. لا لا، رجلي على رجلك، ما صخيت بك، بدخل معك. يا الفارغ تهندس تهندس، أبوي خلقنيش وراك خير عشان دكتور اقتلع أن حالتك ديفيكل. نعم، وبعدين يلا أبوي ورم صرك منه وهناك، وبطل معادمك، وبأخول ناشود دكتور تون من خاطرك. وين؟ أنزل لا سيستر، هذا الدكتور في تأخير، أنا واقف في انتظار برا. قحط بويس من سيستر، ما باقي الا تمطني كفاد. ما عليك منها، تقوع في دايك، ارتاح انت بس هنا. ياسين عليك ياسين. ويحو ويحو الخير، اشوف صدقت السالفه وبطلعيني مريض من صح. المهم انا في ورطه الحين، اذا دخلت الدكتور علينا ايش نقول له؟ ايش من عوق فيني؟ ايش مستوقع؟ انت ما تفهم، طلعتني من طوري، عدى بيدي وراك، عنا بوك عنا بوك، وين قلنا لك صارخ يا ود بطنك يا ود خواصرك؟ قول اي عشان تعذب وتخبي البف ولا يعرف فيك من العوق. يو اندرستاند؟ بس خلاص القلية، فهمت فهمت. اوفي منك. ومع المزارع تجده في الصناعة، في السياحة، في التعليم، وفي المشاريع الطبية تجده، ومن هنا تبدأ جميع رحلاته. بطل 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 بطل. أمير سلامي الخير، هذا ما كان نور الرحمن؟ إيه وهو بس وقعتك. أنا الرحمن، سلامات، أين بك؟ إيش فيك؟ ولا بل أنا بطل مال الله في أول السالفة اللي في داخل بطل مال أنت، ها؟ أنا كم مرة خبر هذا أنا مو أنا سمسم، ها؟
انت تروح تاكل سمسم هذا مطعم ها؟ ترزح تستاهل. وهذا كلام انت؟ كلام عربي يا اخي. آخر وين رايحة؟ يا حرمة جلسي بقعدش، أنا بكفي نفسي عند الدكتور. لا لا رجلي على رجلك، ما سخاتبك بدخل معك. يا الفارغ تهندس تهندس، أبي خلك ليش وراه خير عشان دكتور اقتلع أنه حالتك ديفيكل. نعم، وبعدين يلا أبوي ورم صرك منه وهناك وبطل معادمك وبأكبر أنه تشوت دكتور تون من خاطرك. وين؟ أنزل يا سيستر، هذا الدكتور في تأخير؟ أنا واقف في انتظار برا. قحط بويس من سيستر، ما باقي الا تمطني كفاد. ما عليك منها، تقوع في دايك، ارتاح انت بس هنا. ياسين عليك ياسين. ويحو ويحو الخير، اشوف صدقت السالفه وبطلع عيني مريض من صح. المهم انا في ورطه الحين، اذا دخلت الدكتور علينا ايش نقول له؟ ايش من عوق فيني؟ ايش مستوقع؟ انت ما تفهم، طلعتني من طوري، عذبت لي وراك، عنبوك عنبوك، وندنا لك صارخ، يا ود بطنك، يا ود خواصرك، قول اي، عشان تعذب وتخبي البط، ولا يعرفوا فيك من العوم، يو اندرستاند؟ بس خلاص القلية، فهمت، فهمت. اوفي منك. الخير باخذ الله قبزنا، قدرنا كم من ساعة هنا وما حد عبرنا، تلاقي نور الرحمن الحين بيشطح وبيبطح في البيت، قد غسلوا له كرشه، ونحن عادنا حاقرين للدختور. يا رجال قد صبرت النهار كله، صبر شوية. قومي قومي، قومي خلاص بنسير للبيت. لا، ما بتحرك من هنا إلا معنا الإجازة. السلام عليكم. الحق يا محمد، الغريق قالت نروح للدكتور ما نعرفه، وطلع الدكتور صاحبنا كيف ورطة. ايش من ورطة الخيار؟ قولي لا واسطة. اص ايانا وياك تبزم عن الاجازة المرضية، خلاه هو اللي يبهلق. طبيعي يا اخ معاد تشعر بال تجده مع الصيد ومع المزارع، تجده في الصناعة، في السياحة، في التعليم، وفي المشاريع الطبية. تجده، ومن هنا تبدأ جميع رحلاته. من بنك التنمية العماني، البنك الرائد في تمويل المشاريع التنموية. معظم الناس يفضلون المكوف حيث هم الآن، لكن البعض يحاول دائما أن يكون الأفضل وأن يتقدم للأمام. قصة تغيير وابتكار أدهشت العالم في مجالات التقنية والأداء والتصميم، تغيير كلي جديد. كيا. استمتع بأشهى الأطباق الرمضانية مع دجاج الصفاء الحلال. دجاج الصفاء مذبوح باليد وفق تعاليم الشريعة الإسلامية. دجاج الصفاء 100% طبيعي ولذيذ، 100% حلال، 100% عماني. الحمد لله. طبيعي يا أخ معاد تشعر بالتعب، انت مصارينك فارغة يا زول، بس لازم تنتظر ساعتين نعمل لك فحوصات شاملة عشان نتأكد من اللي أنا شاكك فيه، لأنه والله أعلم الحالة دي ربما تكون 225. أعوذ بالله، 225؟
بس أنا يا دكتور. لا ينشغل بالك يا أخ محاد، لا ينشغل بالك بالعمل، المهم الآن صحتك يا زول. أنا رح أكتب لك أجازة أسبوع عشان ترتاح فيه خالص. هاي عيش عيش الخير، لا عاد شفنا الدكتور ولا نتيجة. أوف. يا لطيف يا منجي سترك. فذرتنا يا دكتور الله يفذرك. ايش بتقول النتيجة يا راعي الحالات؟ انا راح اكون معك صادق وشفاف، الحالة دي رقمها 621 وهي حالة تستدعي جراحة فورية وسريعة. ايش من فورية؟ ما عاد بقول يفتر حسك. انت عندك الزائدة الدودية وهي ملتهبة شديد، الحالة دي تعتبر مثل الغنبلة الموقوتة، يمكن اذا انفجرت تعمل دربكة كبيرة وتقطع كل مصارينك وكل واحد يروح في حتة وتموت. اموت؟ اي تموت. يا دكتور ايش من زايدة الله يهديك، انا ما فيني الا العافية، بخيرني شوفني قدامك انت قول احسن. انا اصلا كنت بقيت اجازة مرضية وبس، انتوا اكيد قلطانين بفحوصات شخص واحد ثاني. لا تغلق يا اخ محاد، لا تغلق، وسع صدرك يا زول. وبعدين الخوف ده طبيعي، هي العملية بسيطة جدا، نخرم ليك بطنك بالمنظار وننظف ليك المكان الملتهب، وده كله بالليزر، الليزر ذاته، ونسكر الخرم وانتهينا. ما بعد بغيت اجازة، خلاص ما بعد بغيت اجازة. لا بارك الله في شورى القالي يرصعدون، لا بارك الله فيه. Yeah.